ازيكم عاملين ايه وحلقة جديدة من سلسلة سيجار ريفيو. النهاردة هنعمل ريفيو سيجار من شركة اولي وهو سيجار نوب. السيجار الطول بتاعه 9.5 ملي 9 سنتي تقريبا والرينج بتاعه 58. الغلاف من الكنيتيكت والبايندر والحشو كلهم من نيكاراجوا. الغلاف ناعم وفاتح وفي بعض العروق ظهر على الغلاف. السيجار فيه 2 كاب. الكونسبت بتاع النب ده اصلا جاي من حاجه اسمها السويت سبوت، والسويت سبوت دي بيجي بعد اول تلت، وان هي بيبقى احلى درجه للبروفايل بيجي في الحته دي. فالنب بقى بيخليك توصل للسويت سبوت مع اول نفس. ان هم عملوا نفس عدد اوراق التبغ في السيجار الكبير حطوها في السيجار صغير، الرينج بتاعه كبير، وبكده بقت توصل للسويت سبوت من غير ما تشرب اول تلت من اول نفس على طول. وبالنسبة للنوع ده انا جربته تقريبا من سنتين وعملت عليه ريفيو في القناة هنا وما كانش عاجبني، لانه ساعتها كان فيه عروق كتير وما كنتش عارف استمتع بالسيجار، بس انا قلت اديله فرصة تانية يمكن رأيي يتغير فيه، وهعمل الريفيو معاك اهو وهنشوف التقييم في الاخر. يلا بينا نقطع ونحمص ونولع ونشوف ايحاءة السيجار. بالنسبة للسيجار الرينج بتاعه كبير، انا بحب اقطع الكاب بتاعه بالبونش. افتتاحية السيجار فيه توابل كتير جدا في الريترو هيلينج، فلفل حار مع طعم ايرثي، البداية قوية جدا. هكمل مع اول تلت وهشوف هيقول ايه. اول تلت الفلفل الحار لسه موجود في الريترو هيلينج وعلى اللسان، في طعم سيدر بدا يظهر وفي طعم كراميل بسيط جدا بدا يظهر برضو. الدخان كثيف جدا بتاع السيجار والدرو سالك على عكس طبعا التجربه اللي كانت من سنتين. الاحتراق شبه متساوي والقاش لونه جري شويه. قوه الطعم متوسطه، وبالنسبه لقوه النيكوتين فهي خفيفه جدا. هكمل مع اول تلت، لو في تغيير هرجع لكم. التلت التاني زي ما انتوا شايفين القاش الكونستراكشن فيه ممتاز والاحتراق شبه متساوي. الفلفل والتوابل اختفت تماما من السيجار، طعم الارثي لسه موجود، في طعم ليذري بدا يظهر في البروفايل، الريترو هيلينج ظهر فيه قرفه مسكره، واخر الدخان بيبقى طعمه كريمي. وانا شايف ان دي حاجه جميله جدا في البروفايل، ان اول الدخان بيبقى احاد جافه واخر الدخان بيبقى بروفايل جاف. بالنسبه لقوه الطعم فهي لسه متوسطه والنيكوتين القوه بتاعته خفيفه. هفضل مكمل مع تاني تلت وبرضه لو في تغيير هرجع له. اخر تلت طعم القرفه المسكر لسه مكمل معايا، الطعم الارثي اختفى تماما والطعم الليذري لسه موجود. زي ما قلت لكم اول البروفايل بيبقى ايحاءات جافه واخره بيبقى كريمي. عجبني جدا البالانس اللي موجود في السيجار ده. القاش انا وقعته بس كان ممكن يكمل معايا تالت تلت، وزي ما انتم شايفين الاحتراق شبه متساوي. وبالنسبه للبند زي ما قلت لكم بنشيله اول ما الاحتراق يوصل له عشان لو في اي غيره مسرب ولا حاجه ما يكسرش الغلاف. البند بسيط جدا ولونه اصفر في ذهبي ومكتوب عليه كلمه نب. لو جينا بقى قيمنا السيجار فالشكل والبند اديله 3 من 5، قوه الطعم اديها 3 من 5، وقوه النيكوتين كان خفيف جدا اديله 2 من 5 برده. بالنسبه للطعم فهو احلى بكتير من السيجار اللي عملت له ريفيو قبل كده من سنتين، والطعم اديله برده 3 من 5. في حاجه بس موجوده في السيجار، الاروما بتاعت الكونيتيكات ممكن تضايق بعض الناس، عشان كده انصحك لو انت بتدخن السيجار ده تدخنه في مكان مفتوح مش مكان مقفول، عشان لو حد جنبك ما يتضايقش من الاروما بتاعت السيجار. وكده يبقى الريفيو خلاص. لو حد دخن السيجار ده يكتب لي في الكومنتات، ولو برده في اي نوع عايزين نعمل عليه ريفيو اكتبوا لي في الكومنتات واشوفكم في فيديو جديد.